بعدين تهالي الشغل هو سيدنا الناس اللي في المدرج ركز مع سعد كل الناس اللي في المدرج ركز مع سعد حسن في البداية أنا وسام حضرتك في بوابة أخبار اليوم أهلا وسهلا حضرتك في بوابة أخبار اليوم. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ أهلا بيك. تعرفينا بنفسك؟ أم الشهيد يوسف. أم الشهيد يوسف؟ الله البقاء لله. إيه رأي حضرتك في تكريم النادي الأهلي النهاردة وإحياء الذكرى؟ الشارع. ناس محترمين. وأحسن ناس. تمام. النادي أحسن ناس. تمام. يعني دلوقتي حضرتك شايفة إن حق الشهيد جه ولا لسه في ظل ان القضيه لسه ما انتهتش لسه القضيه ما خلصتش حضرتك بتطالبي ايه يعني او حضرتك ممكن الفتره الجايه هيكون ايه رد حضرتك عشان تقدري تاخدي حق الشهيد او بتطالبي طلب الحكومه دلوقتي بايه عشان حق الشهيد يرجع لسه الحق بتاعهم ما جاش بنطالبهم بحق اولادنا الحق لازم يرجع تمام وبالنسبه لافراد الالتراس اللي جايين النهارده يحيوا الذكرى زملائهم في المدرج احسن ناس واحسن عيال تمام ربنا يخليهم لاهاليهم كلهم يا رب ما حرمش واحده من ضناها ابدا بالنسبه للفتره الجايه احنا ربنا يتولانا يا رب ويصبرنا على اغلى حاجه عندنا راح بقى لله اغلى حاجه راح بقى لله ربنا يعوضك اخو الشهيد محمد رشدي الأول بقاء لله تحب تقول للنادي الأهلي النهاردة في التكريم اللي هو بيحيي ذكرى الشهداء احنا نقول للأهلي جزاك الله كل خير تمام احنا بنتجمع فيهم زي ده وبيفتكرنا فيهم زي ده وبنخلد ذكرهم تمام مش عايزينهم يتنسوا احنا مش طالبين حاجة أكتر من كده تمام. الناس كلها تعرف حاجة زي دي من دول لازم يخلدوا زي أي رمز في النادي تمام اي رمز قديم في النادي بيخلد الناس دي لازم تخلد كل سنه بالمنظر ده سواء جينا سواء هو عايز يعملها لوحده هنا المهم ان هو ذكراهم ما تنتهيش لان تمام. الشباب لا ليهم بيت ولا ليهم ذكرى ولا ليهم اولاد ولا ليهم الكلام ده كله تمام وزمايلهم اللي جايين النهارده بيحيوا ذكراهم في اليوم ويعني تاني سنه متتاليه بيتم احياء ذكرى الشهداء بالنسبه لزمايلهم تحب تقول لهم ايه اي حد وراه رجاله زي دي حقه مش هيضيع ان شاء الله ان شاء الله وبالنسبه لحقهم اللي حتى الان لسه القضيه ما انتهتش احنا وراها احنا ما روحناش احنا مستنيين القضاء يقول في النهايه تمام هو عشان دلوقتي ما يبقاش في حجه بعد كده تمام حضرتك بتطالب بالحكومه في اسراع القضيه ولا حضرتك بتطالب بالحكومه في لهم على الاخر احنا وراهم لغايه ما يدونا حقنا احنا مش عايزين اكتر من حقنا تمام مش معقوله حابس ناس بقى لها سنتين وهم ابرياء لو يعني خدوا احكام لحد دلوقتي لسه ما تنفذتش هو اللي بيعطل وهو اللي بيعمل مشاكل وهو تمام. عايز الاولاد يعملوا له اي احنا صابرين وهم صابرين وساكتين هم تمام محدش يقدر يمسك عليهم في الفتره الاخيره دي اي فرصه احنا قاعدين ساكتين انت اللي عمال تبطئ وتعمل في احكام تخلي اللي قدامك هو اللي ما يخرج عن شعوره صح وهل يعني دلوقتي حضرتك بتطالب ان عوده الجمهور المدرجات تكون بعد حق الشهيد ولا يكون يعني الخطوات في عوده الجماهير المدرجات هتكون ازاي؟ لا بعد حق الشهيد ان شاء الله لسبب واحد بس
عشان على قد الحكم اللي هيطلع على قد ما هم هيلتزموا وهيبقوا كويسين بعد كده يساعدوه في المدرجات. تمام. بدل ما يبقى الحكم وحش فهو ينزلهم المدرجات دلوقتي فيشوف منهم الأسوأ من اللي قبل كده.